اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يلا ناكل. اليوم عندنا ثلاث وصفات جديده للمشاوي واللي هي راح تكون تكة دجاج. طيب هلا راح اورجيكم كيف بحضر وصفه الشيش طاووق. وصفتها كثير سهله وبسيطه. هون اول شيء عندي صدور دجاج مقطعه طبعا مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين عشان تضل طريه. ما بحب اللي بقطعوا لي شيش طاووق قطع كثير صغيره وبتنشف وبصير طعمها ابدا ابدا مش زاكي. اول شيء حطينا عليهم الزبادي، بعدين راح احط البهارات. راح ابلش ملح، فلفل اسمر، هيل مطحون، وهون ليمون، شوي من بهارات شيش طاووق جاهزة، توم، أحط لهم شوية زيت، بس وبهيك وصفة شيش طاووق بتكون صارت جاهزة. هلا بدي أورجيكم طريقة تحضير الشيش طاووق بالأعشاب والليمون. أول شيء عندنا هون شوية زعتر ورق، عندي كليل جبل او اللي هو الروزماري. روزماري ما بدنا نكتر منه كتير لانه شوي بمرر. ليمون وتوم، حط لهم شوية زيت. وبهيك شيش طاووق بالاعشاب صار جاهز. هلا بدي اورجيكم وصفة شيش طاووق بالكاري، وصفة كتير 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 زاكية. أنا شخصيا هاي ماي فيفورت يعني صراحة. شوية توم، ليمون، زبادي، ملح، بابريكا، بهارات دجاج، كتر شوي بهارات دجاج، وكاري. طبعا الكاري له لون سوبر خرافي. يا ريتكم هون تشموا ريحة الكاري ما أحلاها. وبهيك خلطة شيش طاووق بالكاري صارت جاهزة. طيب وهلا بعد ما شوينا تكة الدجاج، انا اسف انه راح اخليك تاكل دجاج، انا عارف انه الدجاج بياكلش معك بالضبط، بس اتمنى انه يعجبوك الخلطات. بلش لي اخف وحده فيهم اللايت فيرجن. شوفوا هاي بالاعشاب. الناس اللي بتحب الدجاج فهذه الوصفه كثير فخمه. والله كيف طعم الزعتر. انا بس مش كثير محب للدجاج، بس عن جد الاشي كثير فخم. طعم الزعتر كثير واضح فيه وكثير طعمه خفيف، بس في حاجه برتقاليه هين حابب اجربها، مش هتحمل هو يعزم عليها بالكاري. ايش كثير هذه بدها عضة راس معلم. هذه زاكية، هذا بشو؟ هذا بالروب المفروض. اوكي تست. هذا الاشي من اذكى المرات اللي اكل فيها دجاج في حياتي صراحة. انا مش كثير بحب الدجاج بس زاكي. نشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.